ترتيبات الحدود، لقاء إسرائيلي أمريكي يتعلق بلبنان، يستفيد بنيامين نتنياهو بالساعات الماضية من اللي صار على معبر اللمبي لحتى من خارج كل سياق يفتح النار بالموضوع اللبناني. وصحيح والضربات اللي صارت فجأة على سوريا، بس فتح يعني فجأة كانت رائت شوي اللهجة تجاه لبنان بعد رد حزب الله وعدنا تقريبا إلى قواعد الاشتباك السابقة. فجأة بال 48 ساعة الماضية حتى بني جانتس اللي هو على خلاف مع بنيامين نتنياهو علينا أن نتجه الشمال هدد لبنان وطالب بتغيير الوضع. هيدا ينبئ بشو؟ يعني إذا أنا وياك بدنا نسحب كم معطى تهديدي للبنان مر بهول ال 24 ساعة الماضيين، بنلاقي بلشي من رأس الهرم نتنياهو، سموتريتش وبن غفير، جالنت، هليفي رئيس الأركان، بيني جانتس، معارف يدعو تحرنوت، هيئة الإذاعة الإسرائيلية، فوق هول كلهم يأتي من يقول أن هذه الحملة من الغارات على سوريا هي في الإطار التمهيدي للحرب على لبنان. الغارات على سوريا هي ضربات استباقية إلى علاقة بالحرب القادمة على لبنان. هيدا المسار. ليش هن شو ضربوا بسوريا؟ حرس ثوري؟ لا، هن الإعلان إنه ضربوا هيك، بس إذا بتاخذ الإعلان الرسمي السوري 16 شهيد من المدنيين ومن الجيش العربي السوري وكذلك الجرحى. لذلك وضع إيران أنها هي التي على المهداف في هذه الضربات غير صحيح. ما في سوابق ضرب فيها الإيراني، والإيراني أعلن علنا شهداء الذين يسقطون. كل من سقط للإيرانيين في سوريا حتى الآن من لما إجوا بلشوا ينضربوا تم نعيه بشكل رسمي. لذلك إذا كان في هدف إيراني يعلن عنه، ناصر كنعاني ناطق باسم الخارجية الإيرانية نفى اليوم أن يكون هناك قال لا نستطيع أن نؤكد. صحيح. بهالسياق هيدا ارتفاع وتيرة التهديد. تصور اليوم إجا مايكل كوريلا قائد المنطقة الوسطى على صفد على قاعدة داد وقيادة المنطقة الشمالية، زيارة كتير ملفتة بتوقيتها، لكن إذا سلمنا إننا قاب قوسين أو أدنى من الحرب على لبنان، خلينا نروح معهم بهذا المسار. عدي هني شو عم بيقولوا. أول شيء عم بيقولوا المعركة لم تنتهي بغزة ونحن بحاجة لإبقاء قوات كبيرة هناك. واحد. اثنين، الجيش بحاجة للراحة والإنعاش وكذلك آليات الجيش وعسكره. انتبه العنوان الثاني. العنوان الثالث، نحن خسرنا عنصر المفاجأة مقابل حزب الله، وبالتالي أي ذهاب للحرب بظل جهوزية حزب الله واستعداده في نسبة مخاطرة عالية. أربعة، الضفة الغربية الآن تفرض علينا نقل قوات من الشمال إلى الضفة الغربية، وهذا حصل ريتا خلال الأسابيع الماضية. 23 كتيبة تقاتل الآن بالضفة، بديش عدهم بالألوية وبالفرق، و23 كتيبة تقاتل بغزة. فإذا العدد المطلوب للقيام بحرب بالمعنى الواسع للكلمة غير متوفر. السبب الخامس، التغطية الدولية للحرب، هيدا عم بيقولوا غير متوفر، له علاقة بضوء أخضر أمريكي ووجود أمريكا بالانتخابات وضوء أخضر أوروبي. أما السادسة اللي عم يحكوا عنها، اليوم التالي لدخولنا إلى لبنان، كيف توضع نقطة النهاية على هذا الحال؟ هل سنحتل حزام أمني؟ هل سنقيم مستوطنات؟ كيف نخرج من المأزق بعد أن ندخل إليه؟ إذا كانت غزة مثلت كل هذا الوحل، كيف سيكون لبنان؟ أعطيتك هالمقاربة أنا لأربط لك إياها بعد بالرد اليمني الآتي الذي سيكون رد مزلزل لن يتوقعه أحد. بيطلع القائد السيد عبد الملك الحوثي هذا الخميس اللي مرق بيقول لهم بعد أن أحدثنا المفاجأة الكبيرة في البحار
انتظرونا في البر. حقيقة إذا بتشوفي تقرير عامليته بلومبرج هلأ عن اليمنيين والعالم كيف عم بتروح تزور حاملة الطائرات أيزنهاور بقاعدتها بفيرجينيا بعد رحلة أشهر باليمن وحجم المعاناة بمواجهة اليمنيين، إذا بتروحي على المدمرة البريطانية دايموند الموجود الآن بشمال إنجلترا وراح وزير الدفاع البريطاني زارة، كمان المعاناة اللي عم يحكوها البحارة عن أي حرب عم نحكي ستشن على لبنان بظل موازين قوى حاكمة ما حدا عنده أوهام إنه اليمنيين قدروا فيها لوحدهم إنهم يعملوا معادلة بالبحار عملت خلط وراء لكل المسار في هذه المواجهة الكبرى الحاصلة. أنا أعطيتك هالأدلة والأمثلة هاي لأستنتج معك إنه جل ما يقال هو ضغط قد يكون لخدمة لحظة سياسية يسعى فيها الأمريكيون لكسر التابو القائم بموضوع التفاوض بين لبنان وكيان العدو، لكن هذا الأمر ينقصه نقطة جوهرية حاسمة، وقف الحرب على الفلسطينيين في قطاع. طيب شو عم بيصير التفاوض دكتور؟ يعني هلأ معلش بالكواليس السياسية نحن لسنا شركاء بهذا التفاوض، عم يحكي الأمريكاني والإسرائيلي مع بعض. لبنان منه شريك؟ ما بتصور نقل للبنان أي شيء بهذا الإطار. كل شيء سمعته أنا عن الوزير أبو حبيب بتصريح للجزيرة إنجليش أنه نحن تبلغنا عبر دولة أوروبية وسيطة أنه إذا صار وقف إطلاق النار بغزة فإن إسرائيل غير معنية بإيقاف النار بلبنان. باعتقادي أنا الموقف الرسمي اللبناني ما سمع شيء من هاللي تفضل فيه الوزير أبو حبيب، يمكن هو يسمعه، بس بالأخير اللي بيعبر عن موقف الحكومة بهذا السياق هو رئيس الحكومة، ولما زار رئيس الحكومة الجنوب وقت الامتحانات الرسمية قال إنه الحكومة تؤدي دورها في هذا المضمار والمقاومة على الضفة الأخرى تؤدي دورها كل من موقعه. عفوا بس هون لما عم نحكي عن عدم قدرة إسرائيلية بس هي كمان عليها شوية نقاش. طبعا أعطيت كل البراهين لتؤكد كلامك. نحن مش عم ننكر ريتا أنه نحن نحارب قوة تتوفر لها دعما من أمريكا، قوة النيران الأولى بالعالم وقوة جوية ما فينا نضهيها لا بهذه حقائق قائمة طبعًا. من اللحظة الأولى هلأ بحرب تموز بالألفين بس هلأ المعطى الجديد أنه سمعت تحليل بيقول وبدي ناقشك فيه أنه بنيامين نتنياهو كان همه بالأول أول الحرب أنه هو ما يتحاسب، هلأ صار همه بمكان مختلف وأن ينصب ملك بين هلالين على إسرائيل، لذلك مخططه ماشي تماما مثل ما رسمه إن كان بغزة وصولا إلى الضفة ومرورا وآخر شيء دور لبنان. يعني ليش نظرية إنه إيه لا الإسرائيلي مش قادر وتعبان وما عنده قلبية كافية؟ يعني أولاً آخر شيء مين بيمنع لحظة جنون بنيامين نتنياهو؟ أولا الجنون قائم وموجود وعم يمارس ولم تبقى حيلة ولا وسيلة لم تطبق على الأرض، لكن هذا لم يكسر من إرادة من يقاوم ولم يفت من عضده ولم يدفع إلى التراجع. واحد. اثنين، إذا كان نتنياهو كان همه بالأول أن يهرب من الحساب، من قال إنه الحساب مش بعده مسلط عليه؟ نص مليون إسرائيلي يوم السبت أضخم مظاهرة بتاريخ الكيان صح. كانوا بس معه أكتر منه محتشي. عنده مؤيدين عظيم، هيدا بدل أنه هو إذا اضطر ينزل اللي معه أنه بلده أمام انقسام عمودي أهلي خطير لا يجعل في موقع المتوج ملكا بل متوج مسؤولا عن تمزيق بلده. ما هيدا الدليل والبين اللي قلتي عنه، قد يكون رهان نتنياهو الحقيقي اللي أنت عم بتفتش عليه هو رهانه على فوز دونالد ترامب صحيح. بالانتخابات الأمريكية، حينها قد يكون هذا طوق النجاة، لكن غير صحيح ريتا أنه نتنياهو عم يعمل بغزة وبالضفة وبلبنان اللي بده إياه. دليلي هلأ اللي صار على جسر الكرامة على جسر اللمبي، سائق شاحن بمسدس
تسع رصاصات قتل ثلاثة من أعضاء الأمن. صحيح. ولكن أعطى رسالة أن هناك جبهة ثامنة تنتظر نتنياهو فوق الجبهة. مسارعة الأردن واعتبرت الحادث على فردي. على راسي بس مسارعة الأردن شيء ومشاهد الأردنيين بالمدن وبالساحات عم بيوزعوا الحلوة. صحيح. احتفالا هيدا هو المشهد الحقيقي. لذلك الأردن هو وديش ممكن تاخدها ذريعة إسرائيل بهذا المجال لفرض سيطرتها الأمنية بالكامل. عظيم. عندهم هلأ إني إذا بدهم يحتلوا الأغوار في أصوات تنادي بذلك بدهم يعملوا جدار فاصل. انتبهي الحدود الأردنية مع كيان العدو هي الحدود الأطول 330 كيلومتر، والأهم للمشتركين بضفة الشرق وضفة الغرب، وبالتالي نهر الأردن الفاصل الآن هو فرصة لوحدة مواطني الضفة الغربية والضفة الشرقية. برأيي نتنياهو ليس أمام فرصة أن يكون ملك، بل هو يتجه نحو هزيمة نكراء محققة ما بينقذ منها وقد ينقذ منا مني أكيد. هو الآن يبذل المستحيل ليهزم هاريس بالانتخابات ويوظف كل التصعيد الحالي بوجه الحزب الديمقراطي ويستثمر برئيس عاجز اسمه بايدن، علما أنه أكثر رئيس صهيوني اعطاه لنتنياهو. شوفي مهازل القدر، أكثر واحد أعطى نتنياهو إسرائيل بتاريخ أمريكا هو بايدن. صحيح. ويعمل نتنياهو الآن لهزيمة ومجيء ترامب. صورة كتير فيها يعني فوضى دكتور، لأنه وقتنا خلص. يعني فينا نقول أنه من هلأ إلى الانتخابات الأمريكية تستبعد كليا خيار الحرب الموسع. الأمور ماشية بفوضى. ممتاز. الصراع محتدم حتى الآن، هناك إدارة صراع، ما بعتقد الأمور فلتاني، لكن كل الخيارات مفتوحة. تصوري الكرملين بيعلن أننا نذهب للتعاون مع إيران بالعناصر الأكثر حساسية. اسمعي. الأكثر حساسية، يعني إذا قرروا الروس يساعدوا الإيرانيين الآن بالموضوع النووي ممكن يروحوا نقل نوعية إذا قررت أمريكا تسمح باستخدام الصواريخ البعيدة المدى ضد الأراضي الروسية. لافروف يقول من الرياض قبل شوي أنه المنطقة على مشارف حرب إقليمية كبرى ونريد أن نمنع ذلك. صحيح. هاتان إشارة روسية أول مرة إجت على لسان الرئيس الروسي لما استقبل الرئيس الأسد. صحيح. وهي الإشارة عظيم. أنت هيدا اللي عم بيقوله رافروف عم بتأكد اللي أنا عم أقوله. هيدا قد يكون بداية في معلومات دبلوماسية وصلت إلى بيروت أنه زيارة الرئيس السيسي لأردوغان قد تنضج إمكانية عقد قمة عربية إسلامية خلال أسابيع قليلة أو أيام، حد أقصى أسبوعين، تعقد بالرياض بدعم تركي إيراني لمحاولة وضع الأمور ولمرة أخيرة بنصاب اعتراضي على ما يجري. يتناقض. يعني قمة إسلامية لمواجهة إسرائيل. إسلامية عربية تضع أمريكا أمام حقائق أنه لا يمكن للأمور أن تستمر، وأنه سياسة الصبت وكم الأفواه وصلت إلى طريق مسدود، وأنه ناويين إن شاء الله يخبطوا إيدهم على الطاولة. أنا مش مصدق. الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي سيقوم بهذه الخطوة. هو يقال الذي يسعى ليكون الحاضن. ممتاز. لهذه القمة. نحن منتمنى والرئيس المصري يعني نتمنى ومندعي أنه يفيقوا ستريتا.